معاكم أخوكم حمد عبدالله الخضير، مشرف مفتشي أحياء مائية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. دورنا في إدارة الرقابة البحرية تطبيق أحكام المرسوم 46 على 1980 في شأن تنظيم عملية الصيد في المياه الإقليمية الكويتية. الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نظمت صيد الميت بالقرار رقم 787 على 2017. سمحت بالصيد اسماك الميد من الفترة اللي هي من 1/7 الى 30/11. حلقة اليوم راح نتكلم عن الميد، شلون طريقة صيده ومعلومات عنه. طالعين مع منو؟ مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومع مجموعة من خيرة صيادين، راح نعرف كل هالمعلومات في هالحلقة. استثنت الهيئة بعض الأماكن يعني داخل 3 ميال من جزيرة مسجان، جزيرة بيلتشة وعوها، والجزء الشرقي من جزيرة بوبيان. بالنسبة لجزيرة بوبيان، إذا كانت ما تعارض قرارات مثلا وزارة الداخلية، حظر أمني أو شيء، فالهيئة سمحت في الصيد هناك إذا كان ما يعارض قرارات ثانية. حطت الهيئة أوقات عشان الصيد في المناطق اللي استثنتها، اللي هي من الساعة 6 الصبح إلى الساعة 6 مساء. احنا الحين مع الطراريد ومع الصيادة ومعانا ابو عبد الله حمد الخضير، قاعد ندور راس ميت. احد الشروط في بداية الصيد لازم تشوف وين الراس موجود. بالنسبة حق الأماكن اللي ممكن الصياد يصيد فيها الميت، الهيئة سامحة جميع الأماكن في صيد الميد ما عدا جون الكويت، زين، والأماكن اللي استثنتها الهيئة من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا. مصطفى، الحين إيش كثر العمق مال البحر؟ كل مكان على حسب العمق بتاعه. الحين إيش كثر؟ الحين يا دوبك قمتين، قامة ونص. قامة ونص. اللي تحت مننا كده. كل ما تخش هناك تيجي أعلى. يعني القامة ونص بالمتر كم؟ يطلع مترين. إذا بنتكلم عن المعدات اللي تستخدم في عملية صيد الميد، هي الميدة تنصاد بس بالشباك الخيشومية، فتحة العين طبعا قياسها وهي مسموتة 1.25 إنش، وكذلك ينصاد بالسالية، لكن احنا نركز على عدة الليخ، هي الوسيلة اللي ينصاد فيها سمك الميت. عجيب الميدة. اي أيوة والله عجيب. ها؟ اي أيوة والله. مرة تشوفها مرة ما تشوفها. يعني انت تبيع الكيلو باثنين دولار وثلاثة دولار، بس انت ساعة زمن تبيعه باثنين وخمسة. هي مو الموضوع الفلوس. لا لا، هي موضوعها شلون تدورها. موجود. ايه. بس. يعني المشكلة في الراس يدور. ما يوقف. لا. شوف لقمة تبغى شو زين؟ إيه على اللقمة. يعني يقولون الميت سهل. لا مو سهل. لا مو سهل. إيه. مو سهل الميت. مش كل اللي يم اليوم موجود فيه. إيه. يعني أنت ممكن بقول لك أول أمس والله لو شوف اللي أنت عايزه من المطروح ربنا بيقربك قليل يا أنت ورزقك. إيه. موجود من الصبح لغاية اليوم موجود.
ثاني يوم ولا اكنه كان شيء حاجه في الميه خالص. فهذا هو الصيد، مره تلقى مره ما تلقى. أيوة لازم تسعى والباقي على الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله وصلنا الى المكان وقاعد تمطر، وان شاء الله هذا يكون المطر خير لنا وللجميع ويبين علينا الصيد. مصطفى الحين الراس كم سلة يجيب؟ ممكن تجيب 30 سلة 40 سلة، الراس اللي هي تخينة صح. وممكن ترمي راس الأغاش اللي قلت ما تشيلش الوزن، لو الكل موافق ما شاء الله ولا حبيت ميد يعني. فالصيد يكون مشكل ما بين يكون ميد وموافق وبياح ويواف، ده بالنسبة لصنعة الميد. فدائما تكون السمكة مخلوطة مع صيدة الميد طبعا. يعني ممكن ترمي تجيب لك سلين موافق، ممكن تجيب 20 مية، ممكن نعم. تجيب سلين مية و20 مواف. البياح وينك؟ ما فيش بياح بقى، انت البياح دي بقى بتقع على البر بظروف ولا حاجة. يلا زين. احنا عشان الصياد يتجنب العقوبات عليه يلتزم بالاشتراطات اللي حددتها الهيئة في القرار. انه يلتزم بس بمعدة الصيد اللي هي شباك الصيد المخصصة حق صيد الميت، انها تكون على ظهر الطراد. وانه يكون طالع من نقعة شملان باتجاه 70 درجة خارج جون الكويت، وانه يكون مسجل خروج من قسم الرقابة في سوق شرق. هذه تقريبا اغلب يعني الاشتراطات اللي الهيئة حطتها زين عشان يتجنب العقوبات من موظفي الذروة السمكية. ميت سمك غريب. اي والله غريب، يعني صيدة مو سهل. لا مش سهل. ليش يقولون عسال العيال؟ ها؟ شلون يقولون سهل؟ هو السهل ولا حاجة، هو الميد انت زي ما انت عارف كده، الميد انا بقول ممكن نبيع 6 دراهم و3 اطناب ومسافة ساعة زمن المراكب تخش جايبة سمك. وممكن تدور بالاسبوع ما تلاقيش ولا حباية، بالاسبوع والله ممكن 7 ايام و8 ايام ما تلاقى ولا حباية. يعني الصيد يقول لك ارزاق. رد على نجاح. اي الصيد ارزاق. الواحد يسعى الباجع على الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول اسعى يا عبد الله اسعى معي. اكيد. الحين تقريبا ابو مصطفى الراس كم سله يجيب؟ تبع السمك اللي تحت منه. السله ممكن تجيب 20، ممكن تجيب 30، ممكن تجيب 15، ممكن تجيب 10، ممكن تجيب 5، مش كل الراس اللي تجيب. للمعلومه طبعا الراس يكون مخلوط بالصيد. يكون فيه ميد ويواف وبياح. هذا الميدة طبعا الميد صغير منه الزوري، والزوري ممكن يكون ميد وممكن يكون بياح. شلون نفرق الميدة عن البياحة؟ البياحة يكون فيه سواد على الجسم وسواد يعني غير ملاحظ في الذيل. طبعا الميدة تعيش في الشواطئ الرملية والطينية وتكون على شكل مجاميع روس، يعني يسبحون في الروس. طبعا الميدة ممكن تكون في الشمال وممكن تكون في الجنوب. دائما الاوليين يقولون سمكة الجنوب انظف من سمكة الشمال، بس بالطعم لا، سمكة الشمال ارغب واجسم لها. في شهر 7 الميدة تقريبا يعني يبدي فيها الحبل بس بشكل بسيط وتكون مدسمة. في شهر 11 وآخر 10 تقط حبلها، بس وين تقط حبلها؟ الدش
غزر. طبعا في تجارب وقت ما نقط العدة نقط بمكان صغير ويدوح عليه ويقفل ويشوف فيه ولا ما فيه. نصيحتنا حق مرتادين البحر هي الالتزام باللوائح والقرارات اللي وضعتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتنظيم عملية الصيد في المياه الإقليمية الكويتية. أصغر من الميد، الميد رأسه أكبر من البياحة. هذا الفرق. بياحة ما شاء الله الحمد لله. الصيد مشكل ما بين يواف ما بين ميد ما بين بياح واحجام. طبعا كل هذا الامر كله يعني رزق من الله سبحانه وتعالى. حابين نشكر الهيئة العامة للبيئة، ما قصروا معانا وتعاونوا في يعني تجهيز الأمر وتذليل الصعاب مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وما قصروا ونشكرهم في هذا الأمر. نهاية حلقتنا ودنا نشكر الشباب اللي طلعنا معاهم في الرغابة البحرية، حمد الخضير وجراح صلال ومحمد الخميس وبدر المنيع، والطاقم اللي استقبلنا بحفاوة على الزورق صباح ومثل في قاعدة، والشباب الموجودين فيه. شفنا اليوم طريقة صيد الميد وشلون ندور على الراس وشلون الراقب
لصيد هذه الاسماك. نشوفكم على خير، مع السلامه.